توفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. النفس الروح خلقت من الله وتعود إلى الله. الفترة التي تقضيها في هذا الجسد يعني لا شيء بالنسبة لحياة الروح، بالنسبة من يوم ألست بربكم وإلى لقاء الله وإلى الجنة الخلود وإلى النار والخلود، ماذا تشكل الحياة في هذا الجسد؟ شحال ماتيماتيكمو يعني شحال إبسيلون كي يقولوا لها؟ لا شيء. هذا لا شيء هو عنده يتحكم في كل شيء. هذا لا شيء يتحكم في كل شيء. الله العظيم لما يكون السم مثلا لما يدخل إلى الجسد يعني ممكن كمية، كاين واحد السم سميته لاسيد بوتولينيك ياك ولا بوتولينيك، هذاك يقولوا بأن ما عرفت شحال من غرام يقضي على الإنسانية، شحال غرام ولا جوج غرام تقضي على الإنسانية على وجه الأرض، يعني لا شيء يتحكم في مصيري. قول لي جيب لنا شي كلينكس أولدي الله يرضى عليك. هذا الحياة التي يقضيها الجسد الروح في هذا الجسد لا شيء، لكن السموم التي تدخل في هذه الفترة أو الأنوار التي تدخل في هذه الفترة تتحكم في كل شيء. سبحان الله، هذه الروح التي خلقت لجوار الله وخلقت من الله ولجوار الله ولتعيش في جوار الله، لا تهدأ ولا تسكن ولا ترتاح إلا بجوار ربها. ففي هذا الارتباط الروح بهذا الجسد، وكل واحد على حسب أعماله على حسب ارتباطه على حسب ذكره وتعلقه. يا حياة متعلق بالله، يا متعلق بالدنيا، يا متعلق به، حسب هذه الارتباطات هذه الروح لا بد لها على كل حال من أن تقترب من الله، أن تحاول على الأقل. هذا النوم هو الوسيلة اللي جعلها الرب لهذا الجسد لكي تتقرب الروح إلى ربها للكل. لا مش الكل سيذكر، مش الكل سيتوجه إلى الله، مش الكل سيعبد الله، لكن الكل ينام. هذا النوم جعله الله رحمة بالأرواح، جعله الله رحمة بالأرواح حتى تخرج من هذه الجسد وتحاول أن تتقرب من ربها.
الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني مع أن هذه الفترة التي يعيشها الإنسان حياة الجسد قصيرة لكنها طويلة بالنسبة للروح. بالنسبة للروح فهي طويلة جدا لأنها تشكل بعد عن الله، والروح لا تستطيع أن تعيش لحظة دون الله، لا تستطيع. يعني المسكين الغافل عن الله الغفلة الكلية، هذا روحه في عذاب، في عذاب. هذا يقولون أن يقولون ما هي أكبر معصية؟ العلماء صنفوا، قالوا الكبائر والصغائر، لكن إذا سألنا ما هي أكبر معصية ممكن يعصاها الإنسان غير الشرك بالله؟ ما هي أكبر معصية؟ لك سؤال، شنو هي أكبر كبيرة ممكن يرتكب ابن آدم؟ الغفلة. أكبر معصية هي الغفلة الكلية. الإنسان ممكن يعصى، ممكن الإنسان يخطئ ولا مش ممكن؟ الإنسان يخطئ ويذنب، لكن قالوا بأنه أكبر الذنوب وأكبر الخطايا هي التي يخطئها الإنسان ولا يذكر الله لا قبلها ولا خلالها ولا بعدها، يعني يفكر في المعصية يخطط لها ثم يرتكبها وينتهي من المعصية ويمر الوقت بعد المعصية ولا يخطر بباله الله ولا ندم ولا توبة ولا غفلة كلية. قالوا هذا الذنب هو أكبر الكبائر. هذا المشكل ليس في الخطيئة، المشكل في الغفلة عن الله قبل وخلال وبعد. فلو الإنسان مثلا يعني ارتكب خطيئة، خلينا نقول صغيرة، مثلا سرق درهم، لكنه لا قبل ولا خلال ولا بعد لا ذكر الله ولا ندم ولا قال حشومة ولا قال عيب مع ربي ولا خطر بباله الله، فهذه أكبر الكبائر. هذا الله سبحانه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذا، قال كل ابن آدم خطاء، يعني مش الخطيئة مش مشكل كبير، لكن قال خير الخطائين التوابون. وحديث القدسي لئن لم تخطئوا وتستغفروا لياتين الله، حديث ليس بحديث قدسي، لياتي الله بقوم يخطئوا ويستغفروا. ما معنى الحديث؟ الله ربي يقول لنا خطأوا لئن لم تخطئوا وتتوبوا لآتين أو لياتين الله بقوم يخطئوا ويستغفروا. ما معنى الحديث؟ الحديث، انتبه، الحديث لا يقول لئن لم تستغفروا، قال لئن لم تخطئوا، يعني ظاهر الحديث كأنه يشجع على الخطيئة والاستغفار بعدها، ما قال لئن لم تستغفروا من خطاياكم لآتين بقوم يستغفرون من خطاياهم، لا، الحديث يقول لئن لم تخطئوا وتستغفروا لياتين الله بقوم يخطئوا
ويستغفر. يعني المصيبة ليست في الخطيئة، ولكن أن لا تشعر بالخطيئة، أن أنت على كل حال مخطئ. لكن المشكلة فين؟ لما لا تشعر بالخطيئة تعمل الذنب وتعصى الله ولا تشعر ولا تحس ولا شيء. ممكن يذكر يقول فلان درت ما درت والو. يعني الإحساس مات فيه الإحساس. لهذا النفس لا راحة لها والروح لا راحة لها إلا بجوار الله. والنوم رحمة من الله، النوم رحمة من الله، لأن خلال النوم الروح تخرج من الجسد، تحاول أن تتقرب من الله. مع أنه مش كل الأرواح في المنام تخرج وتتوجه إلى الله، لكن ترتاح من ثقل هذا الجسد ومن الارتباط بهذا الجسد، وتشتاق إلى الله، تريد أن تخرج. خلقها الله وجعل لها متنفس. لهذا الإنسان الذي لا ينام أشنو كيوقع له؟ ها؟ الذي لا ينام كيحماق. هذا مش عند الطبيب كيقول له لازم تنام، دواء بدواء لازم تنام. لم يقل النوم جنون، والجنون ما هو؟ خروج، يعني تعيش في الروح تعيش والنفس تعيش في عالم راحة. ده الجنون راحة. انك يقول لك ما في الهم غير اللي كيفهم. هذا راحة الروح جنون. ده الله يتوفى الأنفس حين موتها. لهذا الموت هو راحة، راحة للروح من ثقل هذا الجسد. صلى الله عليه وسلم يقول الموت تحفة المؤمن. يعني يوم موته يعني يوم فرحه، يوم سروره، يوم لقاء الله. الموت تحفة المؤمن. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني لا بد لها من الخروج من هذا الجسد، يا بالروح يا بالنوم يا بالموت. هذا يسمون النوم بالموت الصغير، الموت الصغير. فيمسك التي قضى عليها الله الموت وقضى عليها الانتهاء، لا تعود الروح، ينام والروح لا تعود ويدفن الجسد، والتي لها أجل ترجع الروح. هذا ظاهر الآية. لكن هنالك موت ثاني، هنالك موت ثاني. الموت الثاني هو موت النفس. لما تموت النفس عن حظوظها وشهواتها، ليس موت الجسد، لما تموت النفس، لما تموت النفس تصبح بجوار ربها على كل حال، في نومها وفي يقظتها وفي شغلها. على كل حال إذا ماتت النفس من شهواتها وحظوظها وأهوائها، أين يصبح مقامها؟ ها؟ أين يصبح؟ عند الله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم ماذا يقول؟ والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. هذا مقام. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بعبث، كل الناس ننفس بيد الله، لكن النبي
لا يتكلم عن هذا، كل شيء بيد الله، مش نفس النبي فقط، كل شيء هذا، كل شيء كاين شي حاجة مش بيد الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن حاله، يعني نفسي ماتت فتوفاها الله فهي بيده على كل حال، والذي نفسي بيده. هكذا كنا كنفهم، والذي نفسي بيده، يعني على كل حال نفسي بيده. ما معنى موت النفس حتى تصبح بيد الله على كل حال؟ اقرأ آية ثانية. هذا قمة اليقين، هو موت النفس تصبح بيد الله. الآية الثانية تدلنا على طريق الموت، كيف تموت؟ قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما معنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ نحن نفهمها بأنه يعني ما تموت لو أنت مسلم، يعني لا تموت إلا إذا سلمت، ولا تموتن، لا يمكن لك الموت إلا إذا سلمت لمن؟ سلمت لمن؟ يعني هذا موت الفناء، هذا الفناء في من فنت نفسه، الفناء في من فنت نفسه يفنيك، الفناء في من فنت نفسه يفنيك. فإذا أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت نفسك وروحك جوار روح رسول الله، فرسول الله نفسه بيد الله، ونفسك أنت أين؟ بيد الله، والذي نفسي بيده. وإذا كانت نفسك عند رسول الله، سلمت لرسول الله، أين تصبح نفسك أنت؟ بيده. فلا يبقى ممكن نحن نحلف ونقول والذي نفسي بيده، لكن ما هو الطريق؟ إلا وأنتم لا تموت هذا الموت، إلا وأنتم مسلمون، إلا إذا سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد رسول الله ورثته. يعني ما هو طريق الموت؟ أن تسلم لمن سلمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين دائما اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله. لكن هذه الآية تدل على عظيم المقام، اتقوا الله حق تقاته. كاين شي آية أخرى فيها اتقوا الله حق تقاته؟ كاين اتقوا الله، اتقوا الله وافعلوا، يدل على فعل يقرر من تقوى الله، لكن هذه الآية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لهذا هذا الحال صاحبه يستغني عن النوم، يستغني عن النوم. هذا أهل الله والصالحين وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما الله يقول له قم الليل إلا قليلا، ثلث ثلثين، لا يعني لا، قم الليل إلا قليلا، هذا أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني شحال ديال النوم إلا قليل، يعني لا تنام، يعني أنت لست بحاجة إلى نوم،
النوم الذي جعل لخروج الروح من الجسد، أنت روحك دائما مع الله، فالنوم لا تحتاجه، تحتاج قليل. هذا القليل هو الذي ينفع الله به ينفع به الخلق من الأنبياء. هذا القليل هذا نسبة البشرية في النبي، نسبة البشرية التي تنتفع بها أنت، أما لا يحتاج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو النبي صلى الله عليه وسلم بقى بحاله روحه لا ينام، لا ينام. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ويقوم فيصلي. تقول سيدة عائشة ناستي أتوضى ما توضيتيش. لا يا عائشة، إذا نامت عيناي فإن قلبي لا ينام. دائما كلام الله والحديث له ظاهر، ظاهر للكل، لكن ادخل ادخل، لا تكتفي بالظاهر، غص غص في الحقائق حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا نوم عنده، ليس هنالك نوم. عندما ينام هذا يعني لاحظ، لا بشرية، البشرية على قدر، لأنه لم تكن بشرية لما انتفع منه أحد صلى الله عليه وسلم. قال يا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، غلط في الصلاة يا رسول الله، نسيتي ولا تبدلت الصلاة ولا شنو وقع؟ قال لي لا هذه ولا ذاك، ولكن أتناسى لأسن لكم، أتعمد الخطأ حتى نعلمكم أنتم. أما ليس هنالك، لأنه والذي نفسي بيده، هذا حال، هذا يستغرب كيف لأهل الله الصالحين والعارفين كيف يعيشون مع الناس، كيف يعيش، كيف يتحمل، كيف ينزل إلى مستواهم ويكلمهم ويخاطبهم وهو في جوار الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني توفى نفسك. هذا سيدنا النبي سيدنا عمر رضي الله عنه له كلمة يقول: موتوا قبل أن تموتوا، موتوا قبل أن تموتوا، يعني ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لماذا هذه الأسرار، هذه الأسرار لا يتكلم بها؟ لا تظنوا بأن هذا الكلام الآن، هذا نحن نسمع ونقول كلام جميل ومعاني جديدة وكان فرح وكتجي ناس، لكن والله هذا شيء خطير، هذا حجة علينا. لا تسمع وتقول صافي والله سبحان الله شو هذه الآية ما عمرني تابت لها، لكن هذا في بعض الأحيان من الأحسن الإنسان أن يسكت. هذا خلينا في لما تنام تخرج الروح، إذا كان عندك عمر ترجع، تقاضى العمر مشيت. سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا تفرح كثير، لا تفرح كثير، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سلمت، سلمت ولا باقي ما سلمتش؟ ها؟
سلمتي ولا باقي ما سلمتيش؟ لا إله إلا الله، وجزاكم الله.